عايزين نعرف في البداية دكتور ايه اللي حصل النهاردة مع يعني تدشين اول مرحلة لتوليد الكهرباء في سد النهضة، احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل يا دكتور. يا ريت اناقش مع حضرتك نقطة نقطة من تصريحات رئيس مدراء الاثيوب. اكيد هنتوقف عند نقاط كثيرة بس نعرف بصفة عامة ايه اللي حصل. بالظبط اللي حصل انه كان عند وضع حظر الاساس في 2 ابريل 2011 تم تخصيص مرحلة أولى لتشغيل أول توربينين من إجمالي أيامها كان 15 توربين. بعد كده زودوهم بقى 16 وبعدين من سنتين قالوا لهم تاني إلى 13 توربين. قالوا إن هيبقى في مرحلة أولى لتشغيل توربينين عند مستوى منخفض. والمفروض كان يشتغلوا بعد 44 شهر من وضع حظر الأساس. ده لو نحسبها لغاية على نهاية 2014. احنا الان في 22 ولسه هذه المرحله لم تتفتح بعد. النهارده قالوا التورجينين وفيهم واحد لسه مش جاهز. والثاني حاولوا جاهزين ان هم يجهزوه الاشهر الماضيه ووصل الامر قالوا انه هيشتغل النهارده. وتم الاحتفال النهارده بالفعل على ان في اول توربين هيشتغل النهارده. لكن الحقيقه لفت نظري في كل الصور والفيديوهات الموجوده واللي موجوده على صفحه رئيس الوزراء الاثيوبي ان وجدت ان بوابه التوربين اللي المفروض الميه تخرج منها مغلقه. فازاي التوربين شغال؟ يعني في تشكيك في النقطه دي. في تشكيك ما فيش الصور مش باين الصور ما فيش صوره بتبين ان المياه لما بتخرج من التوربين بتبقى بتعمل ماسوره كبيره. ويمكن لو حضرتك شفتها مره في السد العالي لما بيشتغل توربين المايه جايه من ارتفاعات كبيره وبتنزل تحت تدير التوربين وتخرج فبيبقى تحت ضغط شديد. وبالتالي يا دكتور اسال حضرتك هل الخطوه دي تعتبر خطوه مقلقه بالنسبه لمصر والسودان ولا في ظل يعني وجود التشكيكات دي هي خطوه مش مقلقه؟ لا هي خطوه لها نتائج مائيه ونتائج اخرى سياسيه. من الناحيه المائيه أو الفنية لا يوجد أي ضرر على مصر والسودان. لا يوجد ضرر على مصر والسودان. أي ضرر، لا يوجد أي ضرر. سواء التوربينات اشتغلت أو ما اشتغلتش. وهنا ده من الناحية المائية. من ناحية الكهرباء بقى. الكهرباء اللي هتكون تجميل التوربينات هي من كفاءة التوربينات. لسبب إن البحيرة فيها كمية محدودة. عفوا يا دكتور الصوت كان بيقطع، الكهرباء اللي هتنتج مالها؟ حوالي 10% فقط. 10% من المستهدف. لان فيها حوالي 8 مليار وهي المستهدف يبقى 74. التشغيل يزيد كل ده خلاص يزيد كل ما كان مستوى المياه اعلى. وبالتالي الكهرباء المولده محدوده للغايه. يعني 10% ومن توربين واحد. اثيوبيا عندها 115 مليون نسمه. تحتاج على الاقل الى 35,000 ميجا وات كهرباء. هم بيولدوا حاليا 4000 ميجا. يعني لسه عايزين 31,000 ميجا وات كهرباء. هيعمل ايه توربين هيطلع 100 ميجا. وهم عايزين 31,000. فاذا الموضوع ان الكهرباء وتصدير لافريقيا والكلام ده هم عايزين لاثيوبيا فقط 6 سدود زي سد النهضة على الاقل علشان يبقى عندهم استيفاء داخلي مش ان هم يحصلين ان هم بيبيعوا الكهرباء للدول المجاوره وبيسيبوا الاثيوبيين في الداخل وده لسبب مش ان هم عايزين يحرموا الاثيوبي لا لان في ضعف كبير في شبكه الماء داخل اثيوبيا الى الجبال ومتراميه الاطراف والاثيوبيون موزعون على الاراضي الاثيوبيه يعني زي مصر احنا حوالين النيل والدلتا فمتجمعين في مكان الكهرباء توصلنا بسهوله لكن هم موزعين في 1,200,000 متر مربع فاذا الادعاءات الاثيوبيه يعني حقيقه عجيبه ويا ريت يعني حضرتك يعني ما كل نقطه هو قالها الحقيقه دكتور كمان تصريح يعني مش بس ان هو عايز يصدر للدول المجاوره ولكن كمان ده بيقول ان هو ممكن يصدر لاوروبا الطاقه. ما انا بقول لحضرتك هو دلوقتي
بينفذ في اثيوبيا بالكامل من جميع الشدود وجميع المحطات الاخرى 4000 جيجا وات كهرباء فقط. اذا ده كلام غير قابل للتنفيذ على ارض الواقع. طبعا هو عشان يكفي شعبه 35000 جيجا وات عشان يبقى عنده كهرباء زي مصر. مش هنقول زي اوروبا. عشان يبقى زي مصر 35000 جيجا هو عنده 4. إذا نقدر نقول دي تصريحات استفزازية من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في التوقيت الحالي؟ هي دي تصريحات مش موجهة بالدرجة الأولى للشعب الإثيوبي، لأن شعبية أبي أحمد منخفضة للغاية. إثيوبيا الأوضاع الاقتصادية متردية إلى أقصى مدى بعد أكثر من عام في حرب أهلية مع تيجراي. مظبوط. أوضاع سيئة للغاية في الداخل. في تشكيل في صد النهضة نفسه، لأن صد النهضة دلوقتي تعدى 11 سنة والمرحلة الأولى ما كانتش اتفتحت لسه. وحتى الآن السجل النهضة ما اشتغلش. وما قدرتش إن هم يعني يعلنوا كده. كان المفروض يؤجل الافتتاح إذا كان السجل ما خلصش. لكن التأجيل كان هيزيد من الشكوك حول سد النهضة نفسه. وبالتالي يعني اعتقد الحكومة الإثيوبية فضلت انها تعمل الاحتمال بهذا الشكل، والناس طبعا مش واخدة بالها ومش شايفين، محدش هيروح يشوف التربيل. لكن احنا تقنيين نعرف التربيل شغال ولا لا. دكتور أبي أحمد كمان يعني قال إن مصر والسودان هم مستفيدين من سد النهضة، يعني تصريح زي ده عليه علامات استفهام كتيرة. مصر والسودان إزاي ممكن يستفادوا من السد؟ طبعا يعني هو على اعتبار إن سد النهضة ممكن يمنع بعض الفيضانات عن السودان، بعض الفيضانات، لكن دي تصريحات يعني انضرب منها يعني هو الاستهلاك الداخلي وأيضا للمجتمع الدولي. احنا علشان طيب إذا كان في فايدة لينا يطلع معانا الاتفاق على طريقه الملء والتعظيم، المياه اللي هتخزن في صد النهضه هي مياه كان المفروض هتيجي مصر. اذا ازاي فايده لينا ان انت تجيب عندك وما تجيبش عندنا؟ فبالتالي لا، كلامهم مغلوط، يعني ليس له اي اساس مصلحه، يعني كل البنود اللي قالها غير صحيحه. طيب دكتور عايز اسال حضرتك عن المراحل اللي وصل ليها السد واللي متوقع يعني يسير عليها الفتره اللي جايه، احنا واصلين لانهي مرحله حاليا في السد من ملء يعني واستيعاب للميه، وهل هي بالقدر المتوقع ولا الموضوع يعني في تلاعب في الموضوع ده؟ يعني المرحله الاولى اللي كان المفروض تشتغل مثلا من 7 سنين حتى في شك انها اشتغلت النهارده. دي المرحلة الأولى لسه ما اشتغلتش. ادعاء السد انتهى بعض منه ده برضه غير صحيح، لسبب إذا كان السد مكون من 13 تربين ولا تربين منهم اشتغل، وهنفترض إن التربين النهارده اشتغل، هنفترض إنه اشتغل، يبقى لسه فاضل 12 تربين لسه ما ردوش وهيشتغلوا إمتى؟ والتربين اللي هو اشتغل ده أو اللي المفروض إنه يشتغل ده على مستوى منخفض، الكميات الاخرى اعلى منه 30 متر ولسه بيعملوا في الانفاق بتاعتها والزوادات وترتيب التربينات نفسه بياخدوا ثالث وقت. التربينين دول شغالين فيهم بقالهم اكثر من سنتين ثلاثه. صحيح. امال هيعملوا ايه في التربينات الاخرى؟ ومتبقي بعد ما يعمل التربينات الاخرى ان هيعمل فرقانه بارتفاع 50 متر بطول السد، بطول اكثر من 1000 متر. طب ده هتطلع عليك لكن هل ده كله 16%؟ اذا 16% معناها ان هو ركب 12% لباقي واحد. إذا يا دكتور يعني في ظل التعنت من الجانب الإثيوبي في إن هو يتواصل الاتفاق مع مصر والسودان، هل في ظل كل ده نقدر إن احنا نطمن على يعني حصة مصر من المية وعلى أمن مصر المائي؟ الأمن المائي المصري بخير. وده لسبب رئيسي وجود السد العالي في مصر. السد العالي فيه احتياطي مائي، لكن مش معنى كده يعني احنا بنقول احنا الحمد لله في اطمئنان ولو التربينات اشتغلت، معنى تشغيل التربينات كمان معناها انها بتمرر مياه مصر. يعني هي خطوه المفروض في صالحنا، لكن في صالحنا اذا كان في اتفاق. مفيش اتفاق فاحنا حتى المياه دي لا، يعني مش مساله المياه جاي، احنا مساله ان تشغيل او اي تخزين يكون مبني على اتفاق. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.